السلام عليكم ورحمة الله. الاكزرسيس ديال هاد لا فيديو تيقول اكريغ ان الغوريتم كي يافيش لي ديفيزور دان اونتي دوني بار ليوتيليزاتور، سيتادير ليوتيليزاتور يعطينا واحد العدد وحنا غادي نافيشيو ليه كاع القواسم ديالو. القاسم هو اي عدد ممكن نقسمو عليه لونتي اللي غيعطيه ليا ليوتيليزاتور. دونك مثلا اللي عطيتك 8 ليوتيليزاتور اللي عطاني 8، المفروض ان الالغوريتم ديالنا يافيشي لينا 2 و4. 2 و4 هما قواسم ديال 8، لان 8 اللي قسمناها على 2 كتقبل القسمه وما تيبقى والو في الباقي. هنا كنقصد لا ديفيزيون اوكليديان، القسمه الاقليديه ديك اللي ما فيهاش الفاصله، يعني اللي ديما تيبقى فيها ان غاست. دونك نعرض عليكم لا كوركسيون اللي جو بروبوز لهذا ليكزيرسيس. في البدايه الالغوريثم ديالي سميتو ديفيزور، ديكلاريت جوج ديال لي زونتي ان، ان غندير فيها العدد اللي غيعطي لي ليوتيليزاتور اللي غنقلب لي على القواسم، ودي كنقصد بها القواسم نفسهم. ديكلاريتهم كون دي زونتي لانهم اصلا راهم دي زونتي. من بعد ديبي ديال الالغوريثم كنطلب من ليوتيليزاتور يعطيني ان اونتي، كناخذو من عنده كنستوكي في ان، ومن بعد كندير ان بوكل. هاد لا بوكل كتبدا من دو، لا بوكل الكونتور ديالها هو دي، سميتو دي. كتبدا من جوج. علاش جوج؟ ما بديتي علاش ما بديتيش من واحد؟ لان واحد ما كيتعتبرش قاسم، واحد قاسم ديال جميع الاعداد. دونك اصغر قاسم ديال شي عدد هو ممكن، اصغر قاسم ممكن ديال شي عدد كيكون هو جوج. حتى كنقول لها جوسكا ولا ا ان على جوج. شي حد اخر يقدر يسولني يقول لي علاش ما مشيتيش حتى الان ناقص واحد؟ مثلا اللي عطيتني 8 تمشي حتى ل7، لان 8 ما كيتعتبرش قاسم، يعني العدد نفسه ما كيتعتبرش قاسم. مثلا لو عطيتك 8 ما غنعتبروش 1 و8 من القواسم لعدد 8. هيقول لي علاش ما مشيتيش حتى ل7؟ السبب بسيط، هو ان اكبر قاسم ديال شي عدد على الاطلاق كيكون هو النص ديال داك العدد. مثلا لو عطيتك 8 منطقيا اكبر قاسم ديال 8 هو 4، لو عطيتك 10 منطقيا اكبر قاسم ديال 10 غادي يكون هو 5. لذلك انا تنوقف لابوكل ديالي عند ان على 2، نصف العدد اللي عطاني ليوتيليزاتور. دونك الا درت هنايا ان ناقص 1 واش خطا؟ ماشي خطا، يعني غادي يعطيك الالغوريثم ديالك غيبقى خدام وغيعطيك ريزلت كوريكت. مي انت كتزيد ديزيتيراسيون دورات على لابوك ديالك بلا فايده، وهذا هو اللي كيدير الفرق ما بين ان الالغوريثم واحد اخر، ما بين ان بروغرام وان اوتر بروغرام. دونك الا درت مثلا ان على 2 كنقدر نقول بان الالغوريثم ديالي يتوبتيميزي او ماكسيموم، يعني محسن الى اقصى درجه ممكنه، ما فيهش دوك الشوائب، ما فيهش دوك الاخطاء اللي هي ماشي اخطاء في الاصل، ولكن يعني الالغوريثم ديالي ماشي بيرفكت. دونك نمشي ونكمل. نضات بوكل كتمشي من جوج حتى النص ديال العدد اللي عطاه ليا، لان القواسم المحتمله محصوره ما بين 2 ونصف العدد اللي غيعطيه ليا ليوتيليزاتور. من بعد كنشوف ان مود دي، مود هي لا فونكسيون اللي كتعطيني الباقي من القسمه، وعيد مود هي الموديولو هي الباقي من القسمه. المقصود بمود هنا هو الباقي من القسمه. كنقول لي عافاك شوف ليا واش الباقي من القسمه ديال ان على دي يساوي صفر. اذا كان يساوي صفر اذا دي راه قاسم ديال ان، وبالتالي كندخل لا كونديسيون كنافيشي دي. السؤال تيقول كي افيش، يعني غا افيشيهم ليا، ما تجمعهم ما دير لهم حتى شي حاجه. دونك غادي افيشيهم ليا فان سي فان او، وكنبقى غادي حتى كنوصل للنصف ديال العدد اللي عطاه ليا ليوتيليزاتور. وبالتالي كنضمن بانني كندير تيست، كنختبر جميع الاعداد المحصور ما بين 2 ونصف العدد اللي غيعطي ليا ليوتيليزاتور. من بعد الفان ديال الالغوريثم ديالي ما يبقى لي دابا الا نتيستي. ناخذ مثلا نجي عند ليوتيليزاتور نقول له عطينا واحد العدد، غيقول لي 8، لنفرض دابا عطاني 8، ولا ناخذ عدد اكبر مثلا ناخذ 9. ابخي غادي نبداو من جوج، دي غندير فيها جوج في البدايه، دي غادي يكون فيها جوج. دونك جوج باقي ما وصلتش لخمسة، باردون لأربعة، النصف ديال 9 هو 4 لأن أنا كنطبقو القسمة الإقليدية. دونك كنقول ليه واش إن اللي هي 9 إلا قسمتيها على جوج واش كيبقى صفر؟ ولا كيبقى واحد؟ لأن إن مقسومة على 9 تساوي 4 والباقي هو واحد، دونك ما كندخلش لهنا. من بعد كنطلع كنجي لفان بو، فان بو الدور ديالها هي أن تزيدني واحد في دي، دونك كيولي هنا 3. 3 باقي ما وصلتش ل4، دونك كندخل لابوك ديالي وتنقول ليه واش 9 الا قسمتيها على 3، 9 هي اللي ان ودي هي 3، واش كيبقى صفر؟ ايفيكتيفمون كيبقى صفر، لان 9 مقسومه على 3 تساوي 3 والباقي هو صفر. دونك كندخل وكنافيشي دي، دونك هاد 3 هادي غتافيشا، 3 غتافيشا. من بعد كنمشي لنهايه لابوك كيتزاد واحد كتولي 4،
انا الدور ديال هاد الفان بور جو رابيل سي بلي هو انه كتزيد ليا واحد لو ستيب واحد لو با، وبما ان لي با هنا ما بدلتوش بار ديفو نورمالمون كتكون عندي با واحد، وملي كتكون با واحد ما كنكتبوهاش هادي سي بلي ما كنكتبوهاش ملي كتكون با بار ديفو. البا هي الخطوه باش غادي تزيد لا بوكل ديالي، دونك لو با هو واحد دونك هتزيد هتولي عندي هنايا اربعه. اوكي أربعة عادية بما أن ما غتأفيشاش، كتولي عندي أربعة. كنطلع كنشوف واش أربعة، واش فاتت أربعة باقي ما فاتتش، دونك كندخل كنسول راسي واش تسعود مقسومة على أربعة واش باقي منها كيبقى صفر ولا كيبقى واحد، دونك ما كندخلش من هنا وكنخرج كنمشي من بعد دي كيتزاد فيه واحد كتولي فيه خمسة هنا فان بوغ، كنطلع كنلقى خمسة دي فيها دابا خمسة راها فاتت أربعة، دونك ما بقيتش ندخل غادي ما بقيتش غادي ندخل لا بوكل، غنخرج من بعد غادي نمشي للفان بوغ. العدد الوحيد اللي تافيش هو ثلاثة، وفعلا وتسعود قاسم واحد اللي عنده هو ثلاثة. يمكن لكم ديروا هذا الطابلو سيميلاسيون على أي عدد بغيتوه، وغتكونوا متأكدين بأن الألغوريثم ديالكم راه صحيح. في الأخير غادي نشوفوا لا تراديكسيون ديال الألغوريثم باللونجاج سي ونشوفوا واش غادي يعطينا ريزيطا صحيح. غادي نشوفوا غنعطي مثلا 30، كتشوفوا بلي راه عطاني جوج ثلاثة خمسة ستة 10 15 هذو كلهم قواسم ديال العدد 30، كلهم قواسم ديال العدد 30. غنعطيه مثلا شي عدد اللي ما عنده تقاسيم 11 مثلا، 11 ما عنده تقاسيم ما عطاني حتى حاجه كما كتشوفوا. دونك البروغرام اللي هو ترجمه ديال الالغوريثم راه خدام سي بلي كما كنقول ديما، انا ما تنفسرش لونكاج سي، الهدف ديال هاد المجموعه ديال ليزيكزيرسيس هو الالغوريثم نفسه. من بعد يمكن لكم اللي مهتم باللونجاج سي يمكن ليه يوقف لا فيديو ويشوف لا سانتاكس، او لا يمشي لا ديسكريبسيون غادي يلقى ديما الفيشي وورد اللي فيه الالغوريثم، وغادي يلقى الفيشي سي اللي فيه لو بروغرام. شكرا والسلام عليكم.